أنس بوخش مطلعش هو حبيب دينا شربين الجديد، لأن اللي بتحبه واحد تاني أو الحرف من اسمه حسين. فيا ترى مين حسين؟ وإيه حقيقة إنها تخلف 6 أطفال؟ كل ده وأكتر هتعرفه في الفيديو ده، كمل معايا للآخر. بعد طلاق دينا شربيني من عمرو دياب، كنا بنسمع كل فترة ارتباط اسمها بحد من الوسط الفني، إنهم مرتبطين وهيتجوزوا. وآخر إشاعة كانت ارتباطها بالإعلام الإماراتي أنس بوخش، اللي كل الناس تقريباً فكرت إنهم اتجوزوا أصلاً، لكن كل الكلام ده طلع مش حقيقي. وطلعت دينا الشربيني وأنهت الجدل اللي عليها خلال الفترة اللي فاتت، وقالت إنها فعلا في قصة حب ومرتبطة، لكن اللي مرتبطة بيه شخص من بره الوسط الفني ومش بيحب الأضواء ولا الظهور. وقالت إن أول حرف من اسمه حسين، هو راجل أعمال مصري اتعرفت عليه لأن بينهم أصدقاء مشتركين كتير وكانوا بيتقابلوا كتير لحد ما ارتبطوا. واتكلمت دينا عن صفاته اللي شدتها ليه، وقالت اللي عجبني فيه حاجات كتير قوي، هو محترم وبيراعي ربنا، عنده الحتة الدينية مش بتبان قوي بس هي جواه. عارفين لما حد يبقى عايز يعمل لك كل حاجة حلوة من غير ما يبان في الصورة؟ أنا فاكرة كويس قوي وقفته جنبي وقت وفاة أهلي، كان واقف بعيد لكن عينه عليا، حتى لو مش محتاجة حاجة لكن الحاجات دي بتفرق لي قوي. هو أبعد ما يكون عن الأضواء، احنا شبه بعض في حاجات كتير إلا دي، لكن هو متفهم قوي إن فنانة، يمكن في الأول كان مخضوض أو مش فاهم. وكشفت دينا الشربيني عن أمنيتها في الخلفة، وإنها كان نفسها تخلف 6 أطفال لأنها بتحب العزوة والعيلة، لكن دلوقتي مش هتلحق فهتكتفي ب2 بس. واتكلمت عن إيه أكتر صفات بتكرهها في الراجل لو شافتها هتمشي على طول، وهم البخل والخيانة. وقالت دينا الشربيني إن البخيل مش بيبقى بخيل بس بالفلوس، ده كمان بيبقى بخيل في المشاعر والكلمة الحلوة وكل حاجة. وتاني صفة هي الخيانة، ودي حاجة ما تقدرش إنها تستحملها، لو حصلت هتمشي في وقتها، لأن الصفة دي لو موجودة عمر الثقة ما هتبقى موجودة. وحكت دينا الشربيني إنها تعرضت للخيانة من واحدة صاحبتها وقررت تمشي، ولحد دلوقتي ما واجهتش صاحبتها. وشاركت دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد في شهر رمضان، المسلسل حقق ردود أفعال كويسة جدا والجمهور اتعلق بيه. وعشان كده قالت دينا الشربيني إن بنسبة كبيرة في جزء جديد هيتم التحضير ليه. شاركنا برأيك في التعليقات وما تنساش الفولو علشان فيديوهات تانية كتير.